أنا على مدار 30 سنة في مهنة المحاماة بحترم نفسي وبحترم الموكلين بتوعي، وإذا كان في جملة اتقالت فالنهايات أخلاق، وأنا بالنسبة لي أخلاقي ومبادئي تمنعني إن أسيء لحد كان فيه عيش وملح بيني وبينه، شيرين أخت عزيزة كل التقدير والاحترام ليها. أي حد متصور إن جاي النهارده اقول له كلام عن شيرين او اطلع سر عن اسرار شيرين او قضيه من قضايا شيرين او احكي عنها يبقى فاهم وغلطان. دي امانه مهنيه، استحاله استحاله هتكلم عن حاجه تخصها. وبقول لكم كلكم لو في سؤال خاص بحاجات خاصه بقضايا شيرين او حاجه خصوصيه استحاله هجاوب عليها ومحدش يسالني. تاني باكد كل احترام للفنانه شيرين عبد الوهاب، ربنا يوفقها في اللي جاي، تظل اخت وصديقه عزيزه عليا. طيب ما فيش كلام بين حضرتك وما بين دكتور نبيل عبد المقصود بما انها مقرب منها؟ راجل طبعا راجل محترم، هو كلمني اول واحد دكتور نبيل طبعا، وكان عنده استهجان كبير من اللي حصل وقال لي هرجع لك. الكلام ده كان امبارح يعني، مش الموضوع كله ما عداش 24 ساعه، وبيتواصل معايا دايما وراجل بكل احترام وتقدير ليه. ممكن تكون هي بعتها وصيه مثلا لصالح الله اعلم. هو الدكتور نبيل لما عرف الخبر من السوشيال ميديا كلمني فورا. استاذ ياسر، قبل الحسابات على بتاعت السوشيال ميديا اللي هي عملتها جديد، وقبل ما تتكلم مع الجمهور بشكل مباشر، حضرتك كنت الوسيله الوحيده اللي تواصلها مع الجمهور، فاكيد كان في اتفاق مسبق ما بينكم على الكلام اللي حضرتك هتقوله. فليه هي طلعت قالت انه يعني تفتكر ايه اللي حضرتك ما وضحتوش ضمن كلامك؟ لانها قالت انه المحامين ما وضحش اللي انا عايز اقوله، مش كان بيحصل يعني؟ هقول لحضرتك انت كويس ان انت قلت الكلام ده. هي طلعت قبل كده مرتين ثلاثه مع الاستاذ عمرو اديب ووجهت له الشكر وتقول له بتكرم بعد الموضوع المستشفى وبعد المشكله بتاعت اخوها، وكانت لسه فعلا من حوالي شهر مع الاستاذ عمرو منزله بيان من مكتبي، كنا متفقين هي اللي نتكلم. هي ممكن الحوار برضه يا جماعه ابتزق، انا بقول تاني ابتزق، واللي عايز الحوار كامل انا مسجله بكاميرا تليفوني مع المستشار الاعلامي اللي معايا، ابعته لكم تنزلوه ليه، انزله كامل طبعا. لكن انا بالنسبه لي مش عارف اقول ايه طبعا. في حاجات معينه بتبقى كلمه لا تعليق عليها احسن، احسن ما تتكلمي. شكرا يا جماعه، شكرا لكم جميعا، وشرفتوني ونورتوني وكتر خيركم.